حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. معنى عن يد وهم صاغرون؟ عن يد عن قدرة، لأنها لا تأخذ من الفقير الجزية. أليست اليد هذه اللي لا, لا 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 اليد يعني عن قدرة، تأخذ من الغني لا تأخذ من الفقير. هذا من المعاني المجازية بالقرآن. هو هذا استعمال العرب لما يقول هو عن يده هو ذات اليد، ضيق ذات اليد أو شيء. يقول ضيق ذات اليد. عن قدر صاغرون. صاغرون يعني إما معنى خاضعون باعتبار هذا خضعوا للمسلمين. نعم. أو جريان أحكام، يقولون القسم جريان أحكام الإسلام عليهم. صاغرون. هي معنى الصغار. صغار نعم. قسم يقول القسم يقول ذلة، قسم يقول ذلة. معنى الذل والهواني. وعندما يكون مغلوب. يعني. هو مذلول. مغلوب هو. مغلوب. يعني. صحيح.